ينبغي أن يروض المسلم نفسه، يروض نفسه على أن تبذل ولا تتردد وتنفق وتتصدق. لا يمر عليك يوم إلا وقد تصدقت فيه لله بصدقة ولو مبلغا يسير، ولو بريال واحد. فإنه قد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان من السماء، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فلو تصدقت ولو بريال تدخل في دعوة الملك، لأن الله تعالى يعطيك الخلف، ودعوة الملك حرية بالإجابة. ولذلك ينبغي أن يحرص المسلم على البذل والصدقة. إنه قد بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن يكون في ظل صدقته يوم القيامة. فالبذل والإنفاق هذه ينبغي أن يحرص عليها المسلم، فإن الصدقة برهان على صدق إيمان صاحبها. ولا يليق بالمسلم أن تمر عليه مدة طويلة ما تصدق فيها لله بصدقه.